انا يمكن تمرضيت، اريدكم تفجعون لتاخذوني للطبيب بالحسين متت. يا اخي اذا اشوف لي شيء خطا ما اقدر اسكت عنه. يا اخي يصير حي براسي ما انام، هسرد انام لازم اسولف. زين هسه انت تعالوا لياي اللي ما راضي علي ابوه ويموت ابوه بالمستشفى وهو ما واصل له. هذا هم الله يغفر له 7000 آية نزلن بالقرآن يوصن ببر الوالدين ولا تقل لهما أفا. هسه ما أريد أصير مومن، بس يا أخي هسه هي واضحة. اللي ما يرضى علي أمه وأبوه، الجنة تحت أقدام الأمهات، وهذا أمه ماتت بالمستشفى وأبوه مات بالمستشفى وما يحاشونه ما يردونه وشابحهم ضيم. هم الله يغفر له. انت مردوا علي هم الله يغفر له. ما والله ما يعني نوم بالعباس بدي اسولف عليكم. ردوا علي هم الله يغفر له. هذا الجنه تحت اقدام الامهات. سولفوا علي بس سولفوا بس ردوا. ارد انام والله ما اجيني نوم. انت تروح للمستحب تطبل الليل كله فوق من راسه وخابص الدنيا وخابص الشرطه المساكين ومخليهم للوحده بالليل. يعني تروح للمستحب والواجب عايفه ابوك مات ما يحاكيك. لا طب فوق مني متت منك.